السيد الأستاذ صفوة الشريف وزير الإعلام راعي المهرجان وصاحب فكرة هذا المهرجان الجميل وصاحب فكرة يوم الإعلاميين وصاحب كثير من الأفكار الحية التي تملأ إعلامنا وربما أيضا إعلام العالم العربي كله. الأستاذ صفوة الشريف شكرا جزيلا، لقد وضعت على رأسي تاجا اهتزت له سنوات عمري 80، وأنا أشكرك أشكرك من كل قلبي، وأحيي هذا اليوم الذي أقف فيه لأتحدث أمام هذه الجموع العظيمة. وتحضرني الآن بصراحة مطلع أغنية لأم كلثوم، طبعا اطمئنوا لن أغني بالطبع، ولكني أقولها: هذه ليلتي، هذه ليلتي وحلم حياتي بين ماض من الزمان وآتي. الأستاذ حسن حامد رئيس المهرجان، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون وصديق العمر الإذاعي الزميل منذ عام 1965، شكرا جزيلا. الأستاذ إبراهيم العقباوي أمين عام المهرجان، أحييك وأشكرك، وأنتم الثلاثة اللجنة العليا للمهرجان. وأذكر للأستاذ حسن حامد هدوءه وأعصابه الرائقة الجميلة وسعة صدره وحسن تنظيمه وقدرته على الإدارة وعلى دقائق الأشياء. والأستاذ إبراهيم العقماوي كتلة من النشاط والحيوية والتغلب على كل العقبات، ولذلك أقترح أن نغير اسمه من إبراهيم العقباوي إلى إبراهيم اللا عقباوي، لأنه لا توجد عقبة تقف أمامه. الأستاذ صفوة الشريف، أريد أن أسألك سؤالا، طبعا لن أسمع الإجابة عنه، ولكنه سؤال في رأسي وربما في رأس الكثيرين: هل ذكاؤك يسبق حركتك الديناميكية، أم أن حركتك تسبق ذكائك، أم أنهما الاثنان يكونان معا هذا المزيج العجيب الناجح لوزير إعلام هما؟ وتزيل سعادتي وأقول لكم بصدق، لأن هذا المهرجان يتبنى فكرتين جميلتين. الأولى هي مخاطبة آخر، وأنا أندهش وربما تندهشون معي أننا لم نستطع أن نخاطب الآخر كما يجب. أقول لم نستطع أن نخاطب الآخر كما يجب، رغم مئات مدارس اللغات في بلادنا، رغم مئات وألوف من الذين عاشوا في إنجلترا وأمريكا وفرنسا وإيطاليا وغيرها، رغم كل العباقرة الذين تمتلئ بهم بلادنا، ولكن لم ننجح حتى اليوم للأسف في أن نجتذب الرأي العام العالمي، وتركنا هذا لجارتنا، تركنا هذا لإسرائيل التي تقتلنا ثم تبكي وتحصل على عطف العالم عليها. هذا المهرجان وهذه الفكرة فكرة جميلة رائعة، وخاصة أنها دخلت مسابقة هذا المهرجان
وأصبحت لجنة من لجان التحكيم. والأمر الثاني هو التضامن. وقبل أن أتحدث عن التضامن، أرجو أن أحيي من كل قلبي ضيوفنا الأعزاء من رؤساء الوفود العربية ومن المحكمين ومن الإعلاميين وزملائي الإعلاميين المصريين منذ سنة 1950 حتى اليوم. الآن شكرا جزيلا. الآن أتكلم عن التضامن، لأنني في الحقيقة مهموم بالتضامن العربي. أنا مسكون بالتضامن العربي. أنا أحلم بالتضامن العربي. أنا أتساءل، أين هو هذا التضامن؟ نعيش في كلماته ولافتاته وكل ما يتعلق به سنوات طوالا، ثم لا نجده. هل هو خيال؟ هل هو حلم؟ هل هو سراب؟ والله أنا مندهش جدا، لأنه لا توجد دول في العالم متقاربة الحدود، متقاربة الأفكار والثقافات، متقاربة العقيدة، ليس بين مساحاتها المترامية جبال فاصلة ولا محيطات فاصلة، ومع ذلك لا نجد التضامن ونجري وراءه منذ عشرات السنين. لذلك فهذا المهرجان موفق في أن جعل شعاره المهرجان شعار المهرجان التضامن العربي، وليت هذا الشعار يستمر كل عام في المهرجان، لأننا نريد أن نصل إلى يوم نجد فيه التضامن حقيقة واقعة. والآن أظن أننا نسأل كما قال الشاعر: يا أيها التضامن العربي، أين أنت؟ في أي زاوية ركنت؟ أين أنت؟ في أي ذاكرة، في أي زاوية ركنت؟ هل أنت صاح أم رقدت؟ أم أنت بالمخدر قد حقنت؟ أسئلة جميلة تستحق أن نجيب عليها بعمل حقيقي. وأذكر لكم في هذه المناسبة صورة من التضامن العظيم، وهي صورة إعلامية أيضا. في سنة 56 أغارت الطائرات البريطانية على مصر، وطبعا كان هناك اتفاق بين بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في مدينة سيفر الفرنسية للقضاء على مصر وعلى النهضة المصرية. وضربت الطائرات المطارات ومطار القاهرة، ولكن كان يؤرقها شيء كانت تتمنى أن تقضي عليه. هذا الشيء هو صوت مصر، هو إعلام مصر، هو صوت الراديو المصري يجلجل في كل مكان ويدعو العرب إلى الصحوة وإلى النهوض. وأرادت إنجلترا أن تسكت صوت مصر، وضربت محطات الإرسال في أبو زعبل، وسقط لنا في هذا الضرب شهيد من الهندسة الإذاعية المجيدة، وأخذ كبار مهندسين يسرعون إلى أبو زعبل في محاولة للإصلاح، غير آبهين بالقنابل التي لم تنفجر بعد. وهذه القنابل كانت أسلوبا من أساليب الحرب، أن لا تنفجر القنابل كلها مرة واحدة حتى تصيب أكبر عدد ممكن. في هذه اللحظات سكت صوت مصر، سكت الراديو. ويا إخواني، الإعلام وأجهزة الإعلام دائما موضع نقد شديد من كافة الجماهير أو من أكثر الجماهير. لماذا؟ لأنها تقابل أذواقا متنافرة وطبقات مختلفة، ومتعلمين وغير متعلمين، ومن سكان الحضر ومن سكان الريف ومن بدو الصحراء.
إلى آخره إلى آخره. وربما كان الراديو المصري أيضا يعاني من هذا النقد شأن كل أجهزة الإعلام في العالم كله. ولكن حين سكت صوت مصر وسكت الراديو جنت الجماهير، حزنت الجماهير، أسفت الجماهير، وكان هذا الصوت الذي يملأ البيت المصرية موسيقى وقرآنا كريما وتمثيليات وغيرها سكت وحار الناس وتجمدت الدموع في عيونهم. وفي هذا الوقت فوجئ العالم العربي بصوت قوي جبار واسع المدى يقول هنا القاهرة هنا دمشق. كانت إذاعة دمشق هي التي بدأ فيها المذيع، وبدأ بأنه يذيع من القاهرة، هنا القاهرة هنا دمشق. وطبعا تناقل الناس هذا الخبر بسرعة البرق، وفتحت الراديوات ووجدنا إذاعات من المشرق والمغرب، لا أريد أن أعددها حتى لا أنسى واحدة منها وأخطئ، ولكن هنا القاهرة كانت في كل مكان، في الأثير، في الجو، في الشوارع، في البيوت. هنا القاهرة لم تخرج عن الوجود، لم تمت. صوت مصر لم يمت، لم يسكت، وأقول لكم لن يسكت أبدا إن شاء الله. وبعد أيها الإخوة لا أريد أن أطيل وأترك الموقف للفقرات القادمة، فقط أستأذن في دقيقتين أتكلم فيهما عن جانب من جوانب الأستاذ، من جوانب حياة الأستاذ صفوت الشريف لا تعرفونه. أريد أن أتحدث عن الخط الإنساني في حياة هذا الرجل، والخط الاجتماعي المتقدم في حياة هذا الرجل. لقد أوجد لنا ناديين جميل للإعلاميين، ناديين جميلين، أحدهما على شاطئ النيل مباشرة، بينه وبين النيل بضعة أمتار لا غير، ونسمات النيل تهفف على من في النادي، تهدهدهم وتهدئهم وتبعث لهم ألوانا من الجمال. والنادي الثاني في أعلى المقطم، في أجمل مكان بعيد عن التلوث وعن الزحام وعن التلوث السمعي وعن التلوث البصري وعن التلوث الهواء وعن عادم السيارات إلى آخره. هذه لقطة إنسانية لصفوت الشريف. مرة أخرى أقول أننا اجتمعت يوما ما مع سعد القاضي زميلي القديم في الإذاعة، وكان يشكو لي من عدد من الأمراض وعدد من العمليات الجراحية، وشكوت له أيضا نفس الشيء، وقلت أنني يعني أعاني كثيرا من مصاريف هائلة من ثمن الكشف والأشعة والتحليل والعلاج والدواء وكل هذا. وقال لي لماذا لا تأتي إلى الرعاية الطبية؟ قلت له يا سعد أنا تركت الإذاعة أو السن القانونية بالنسبة لي أو المعاش أنا فيه من 20 سنة وأنا لم أدفع الاشتراك. قال أبدا، تعالى فإن قرار صفوت الشريف أن كل من يعمل في الإعلام أو كان يعمل في الإعلام وحتى لو أصبح في المعاش من حقه أن يدخل إلى الرعاية الطبية، ودخلت. الأطباء واسع الصدر يملؤون المريض ثقة واحتراما، ورغم الزحام فإنهم في منتهى الصبر وفي منتهى الكياسة. وهذه بلا شك منة أخرى جميلة. وفي الحقيقة وأنا في المعاش منذ فترة طويلة من سنة 1962 أقابل كثيرا من زملائي،
أحيانا لا أعرفهم، بعضهم يتوتأ ويعرج، والآخر قد تغضن وجهه واختلفت ملامحه، ولكنني أنظر إليه فإذا به هو فلان الفلاني الذي كان معي. أنت فلان؟ نعم أنا فلان. ونضحك ونأخذ بعضنا بالأحضان، ثم ينضم إلينا ثاني وثالث، كلهم جاءوا للرعاية الطبية. أصبحت الرعاية الطبية هي الملجأ وهي المقر. وأقول لهم يا إخوة، في صبايا وفي سنة 40 كنت أسمع أحمد حسين رئيس مصر الفتاة يقول: السجن هو المكان الطبيعي لشاب حر في أمة مضطهدة. ولصقت هذه الجملة بعقلي وذاكرتي، وحين كنت أرى إخواني في الرعاية الطبية من مختلف السنوات ومن مختلف الأجهزة، أقول لهم: الرعاية الطبية هي المكان الطبيعي لإعلامي أكل منه الميكروفون وشرب وأحرقته أشعة الاستوديو والكاميرات. هذه لقطة إنسانية أخرى. أتحدث وبعد هذا العمر كأنني أصبحت كائنا جيولوجيا تتراكم في صدري الأحداث والحوادث والذكريات والتاريخ. كنا في شارع علوي في بداية الإذاعة في سنة 50، ثم أصبحنا في شارع الشريفين، ثم جئنا إلى ماسبيرو. وفي كل هذا الوقت حتى ونحن في ماسبيرو، حين كان يأتي موعد الطعام نبعث الساعي ليحضر لنا بعض الطعام من المحلات المجاورة المتواضعة، فيدخل بصينية طعام قديمة متهالكة وأطباق الصيني الشعبية الغويطة والفول والطعمية والسلطة الملتهبة إلى غيرها. الآن لدينا في الدور العاشر بمبنى ماسبيرو وفي أجمل موقع على النيل مطعم هائل جميل، وأثمان الطعام فيه مدعمة، وأيضا كافيتيريا أخرى، ونقابل بعضنا فيها. هذه لفتات إنسانية جميلة، ثم مجاملاته التي لا تهدأ لكل حالة من الحالات. أقول هذا بصدق، لا أريد أن أقول كلاما غير حقيقي، هذا كلام حقيقي أقوله بصدق وبلا نفاق أقوله. وأنا أقول إن صفوة الشريف أيضا بإنجازاته العظيمة وبالبنى الإعلامية المهولة صنع لنا إعلاما حقيقيا، لأن الإعلام ليس مجرد كلمات أو صور، ولكنه بنى وإنجازات. وأمريكا متفوقة في الإعلام لأن لديها مؤسسات ضخمة بلا نهاية، وكذلك أوروبا وغيرها من البلاد. شكرا صفوة الشريف. أيها الإخوة، أحييكم جميعا، ونحن في التحكيم نمارس التضامن الذي حدثتكم عنه، لأننا نجتمع في لجان، وهذه اللجان نتناقش فيها بحرية، نناقش الإبداع ونناقش جوهر الموضوع، ويعني نعتنق مبدأ نحن نتناقش: أنت على حق حتى يثبت العكس، نحن نتناقش: أنا على باطل حتى يثبت العكس، كما سمعنا من المغني الشهير وحبيبنا الأستاذ الحجار حين قال: الإيد في حضن الإيد. أحييكم جميعا، وتتمنى أن نعود إن شاء الله إلى العام القادم في المهرجان العاشر، حيث يكون أجمل وأكمل. وأحييكم جميعا
وعلى الطائر الميمون وأنتم تعودون إلى بلادكم يا إخوتنا العرب، وسنشتاق إليكم وتشتاقون إلينا، هتوحشونا وهنوحشكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للإذاعية المهرجان الأستاذ طاهر أبو زيد، وندعو الآن رئيس المهرجان الأستاذ حسن حامد رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون.